احبائي مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج اش كتعاود على لو 360 اليوم غادي نصادف واحد فنان شاب تعرفنا عليه مؤخرا خلال هذه الاسابيع الاخيرين صح التعبير طبعا آه نشط بشكل كبير في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وفنان آه شاب آه كيميل للغناء ديال الفن الشعبي وفن العيطه وبالضبط المرساوي ستايل هو يا غنتعرفوا عليه اكثر واكثر من خلال هذا اللقاء اليوم اهلا بك مولاي جعفر او جعفر شنو بغينا نعيطوا لك بحال بحال انا عندي انا عندي مولاي جعفر غير الاسم الفني, الفني. الفني. والاسم الشخصي هو جعفر اولا كنرحبوا بك شكرا بزاف أيماً شكرا للجمهور الكريم ف يعني شفناك شفناك الستيل ديالك دابا دي ولات واحد الظاهره غتولي جديده شفنا الشكل ديالك وشفنا الميول ديالك النمط الموسيقي اللي هو فن العيطه فكيف جاء هاد, هاد دخولك اولا لعالم الفن وبالتالي غنائك لهذا العيطه والمرساوي أيوه. فالحمد لله بانني اول حاجه أن خديت واحد القرار أه صحيح لانني درت عن حب واقتناع واختيار الفن العيطه المرساويه مم. وكما قلت سي عماد بان كاين الاختلاف بان كاين الشباب بزاف تاجوا في الاغنيه الشبابيه ونساو بان عندنا واحد الفن عريق واصيل هو العيطه المرساويه اذا هنا في كاين الاختلاف ودرت هذا الاختيار كما قلنا اول حاجه بان عن حب وبغيت نتميز برغم واحد شويه ستايل اوبن مايند كول تنغني في ولكن العيطه ولكن علاش بالضبط المرساوي؟ لان العيطه فنون العيطه كثيره يعني علاش بالضبط المرساوي؟ المرساوي آه، اول حاجه انا بيضاوي 100% آه، المرساوي لانني راحت في الدار وسط واحد الجو فني عائله فنيه كان الاخ ديالي تيمارس الفن ساعه هو كان تيدير الطرب آه، كان كانوا بزاف ديال الشيوخ كانوا يدخلوا عندنا الدار منهم الحاجب مغيد منهم الخوضه كانوا بزاف الفنانه كانت يدخلوا عندنا من تما كتبني هذاك اللون ديال المرصاوي والعيطه طيب اللي كيشوف كيبان عليك بانك اولا انت كنتي كهاوي دابا بغيتي تدخل لعالم الاحتراف ان صح التعبير اكيد لانك درتي واحد السهره مؤخرا وحاولوا وكانوا شفنا بعد لـ بعد لـ الميديا كانوا حاضرين فالسؤال ديالي هو هو اولا التكوين ديالك لانك واش انت كنت دائما في هذا المجال الفني او كنت تدرس دراسه عاديه بحال بحال الشباب أه في الاول كنت كنت ندرس في, لندن مم. كنت نقرا بيزنس من بعد كنت نخدم مع الاخ ديالي نيت في لندن من بعد خديت القرار باش ندخل هنا شحال جلستي تقريبا في, في لندن؟ شي ثلاث سنين مم. قريت ديبلوم دي في بيزنس من بعد دخلت خدمت مع خويا ودخلت من بعد دخلت هنا درت واحد واحد المشروع عائلي في مجال البناء مدينه مراكش ومن بعد منين كنت تنخرج بزاف مع الاصدقاء ديالي فما كنت نجي للمغرب تنخرج معاهم تعطوني الميكرو تيقولك غني ومن تما الناس يقولك والو غني خصك تبدا تغني عندك واحد الصوت زوين تتاديه بواحد الطريقه جميله وبقاو عليا حتى من بعد القرار وبديت تغني طيب واش العائله ديالك معاونينك لان اعتقد الوالدين ديالك هما ماشي فنانين ما كانوش يعني هما غير سميعه مثلا مولوعين بالفن آه اكيد هو في الحقيقه الحمد لله عندي واحد الوالدين اللي هما واعين ساعدوني بزاف في هذا المجال ما سدوش عليا البيبان بالعكس قالوا لي اول حاجه ولدي خصك تكون دير شي حاجه باقتناع اقتناع ما حدك انت مقتنع بها وبغيتيها اللهم يسر آه، في الحقيقه هذا هو السبب الرئيسي اللي الحمد لله اللي اللي باش تعطيت فيه بان لقيت عائلتي دايره بيا عاونيني الاصدقاء لقيت واحد مجموعه كبيره مورايا اللي الحمد لله غيدفعوني نعطي بزاف ديال العطاء دونك يعني ما عندهمش مشكله نهائيا الحمد لله ف دابا واش هذه غتولي ظاهره جديده لما كنشوفوا فنانين شباب باقيين صغار يعني موديرن ان صح التعبير على شكل مثلا عثمان مولين اللي ربما ماشي مثلا نشتي ربما غايشوفوا الشباب بان صدقات العثمان مولين غادي يبدا كل شيء كيمشي لهذا النوع من من الفن مثلا فن الشعبي فن العيطة هو في الحقيقة عندنا بزاف ديال الشباب كعثمان مولين و, و اه من بز منهم حات منهم حاتم عمور حاتم الدار واخا ما تيغنيو الشعبي غير هما كاين اختاروا واحد جوج الاختيارات مولين اختار يمشي في مجال ديال الشعبي م. والاخرين مشاو في الاغاني الشبابيه الحمد لله هنا باقي عندنا واحد المجال هو من الاغنيه العيطه والشعبي باقي عندنا باقي ما كاينش عندنا بزاف ديال الشباب اللي به تنتمناو بان تكون هذه الظاهره اللي تعاون تجر تسلب لنا الشباب اللي يقدروا يزيدوا لنا وي في هذا الفن ولكن ربما كثير من الفنانين المشايخ في هذا الفن ديال فن العيطه لان يعني تيقولوا يعني ولاو مثلا هاد الوليدات جداد بحال تيتكرفصوا على العيطه لان العيطه عندها القوام ديالها عندها القواعد ديالها اكيد واش دي انت واعي بهذه المسؤوليه اكيد بانه واعي المسؤولية هو في هو في الحقيقه كل واحد وطريقه الاداء دياله اكيد بان الفن العيطه عنده قوة مو عنده القواعد ديالو لان اول حاجه العيطه ما تتزاد ما تتنقص خصك كما هي لان هي عباره عن الرساله خصك بحال بحال شحال هذه كانوا العيطه كانوا الناس يستخدموها هي الاستعمار باش يوصلوا المعلومات ما بين القبائل بيناتهم هي وهي هي الوسيله ديال الاتصال بيناتهم العيطه <applause> هو ما خصكش تزيد تصنع فيها خصك تعدها كما هي غير هو كل واحد وطريقه الاداء ديالو <ممم> طيب وانت لما شفنا في يوتيوب بعض لي فيديو ديالك دونك يعني تتغني بطريقه عصريه بجين فهمتي بسكول بشوميز زعما ما يعني حنا خدينا واحد الصوره على مثلا الفنان ديال العيطه تيكون ديما لابس الجلابة ولا اكيد ف... لباس تقليدي صح التعبير اكيد وتن تنظن -تن بان هذاك هو التخوف اللي عند الشباب لانه بحال اللي تيشوفوا لا غنى العيطه ولا الشعبي ملزوم عليه يلبس الجلابة لا هو حر لان ما... ما... ما ماشي حلت ال... على السبب ديال الزي ديالك واش غتغني العيطه ولا على كل واحد وطريقه الاداء دياله م. لبس اللي بغيتي عندك ف... حر فطيب يعني كثير من الناس انا بعض الناس لقيتهم اللي ما درت البحث ديالي بعض اللي تعرفوك بولاد الحي ولاد دربكم الى غير ذلك ف أه قالوا لي أه شي وحدين قال لي ودي جعفر ما محتاج شيء انه يدخل دابا يغني مثلا العيطه والشعبي ويدير جوق ديالو لان انت خدام مع والديك ودايرين واحد يمكن يمشي مشروع في العائله دونك لا بروموسيون ايموبيليغ اعتقد ولا شي حاجه بحال هكا يعني البني ف يعني تخلي هذاك المجال ديال اللي مشتغل فيه دابا واتجه الفن دابا أه في الصراحه انا اول حاجه كما قلت لك في المدينه الحوار سي عماد هو مني تتكون تتحب شي حاجه متستعد مستعد تضحي في اي حاجه ولكن بالتالي غادي بانك تطور الامور ديالك اكيد تولي مربحه اكيد طبعا و... شكون المثال المثال ديالك دي مثلا كتقتدي به؟ واول حاجه ملي تندوي على الفن عيطاخ ما ننساوش بشي بيضاوي هو حنا بيضاوى تنعرفوا بشي راه في مدينه الدار البيضاء ادخل عند بيضاوة وعرف أه طبعا كاينه فاطمه الحسين كاين حاجب كاين الأولاد بوزاوي الاستاذ الحاج موريت، كاين الفنانه اللي تبارك الله عندنا شيوخ كبار في في هذا المجال طيب شنو البرامج ديالك شنو لي بروجي ديالك مستقبلا خصوصا دابا حنايا هنا في, في الصيف واش غادي تبغي انك تبقى ك يعني كمطرب ومغني الاعراس والحفلات والمناسبات والسهرات الى غير ذلك والمهرجانات ربما او غادي تدير اعمال ديالك خاصه تلونسي هذه سينجل احنا euh, الحمد لله بعد هنا كاين واحد اون غران ديكيب لي كي احنا بدينا في اول حاجه بدينا بواحد لا استراتيجي من الاول واحد خطه عمل يا اون ليكيب ديرير الحمد لله غنا في لو بروميير با uh, نجح لينا ومن بعد عندنا واحد الخطه لان اكيد غيكون عندنا حفلات خاصه اعراس ان شاء الله مهرجانات على شلال حتى الان باقي ما عندنا حتى مهرجانات ومن بعد غادي نديروا اعمال خاصه منهم البومات منهم دي ان شاء الله على اي تنشكرك على الحضور ديالك وكنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله غير هي نصيحتي كالعاده انا كنبغي لان كندعم الفنانين الشباب ولكن نصيحتي اقولها ثم اقولها على العيطه عند قواعد ديالها يا اما تحافظ عليها واما راك غادي 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 تلقى واحد الانتقادات كثيره اكيد 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 وبالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله على خير شكرا, شكرا لك بزار بزار شكرا بزاف شكرا بزاف احبائي تشاو تشاو